الأنظمة الفاسدة عندها نفس الأعراض. ما تقولوش باللي الفساد هذا يعني كنت تروحوا لمصر راح نشوفوا نفس الأعراض اللي في الجزائر. شوفوا مصر مش قادرة حتى تهز راسها. باه من ضغط الفقر، من ضغط الأزمة. يخلقوا لهم في الأزمة، في وسط الأزمة يجيبوا لهم أزمة، ومع الأزمة يديروا لهم أزمة. يعود الإنسان الجزائري يجري وراء الأزمات. تعرفوا علاه؟ لأنهم كون هما غير يخدموا شوية، تتحسن الظروف شوية، الناس رايحين يفطنوا أكثر ويطالبوا أكثر شوية. كيما اليوم شفت واحد فيديو بعثوها لي تاع ناس يطيشوا في السردينة في البحر باش السومة تاعها تبقى غالية. هذه ماذا بيا نجاوب على الفيديو هذه باسكو هذه مهمة جدا. ناس بعثوها لي وقال لك شت أو الشعب تاني موش ناس ملاح، الشعب تاني موش مليح، هاو السردينة اللي يبيعوها رخيصة طيشوها في البحر وما باعوهاش. أنا واش جاوبتهم؟ قلت لهم اللي طيش السردينة ما نلومش عليه، اللوم على غياب الدولة كي نابا ريغولي لو مارشي دي بري اي ليكسبلواتاسيون. باسكو مادام هو يطيش في السردينة سيك يا اوكان ريغولاتور في لو مارشي، ما كانش. يعني السوق نتاعنا سوق هامل، دير واش حبيت. ما هو دور الوزارات المختصة؟ ما هو الدور نتاعها؟ الناس في الخارج ما يحسبوا لك حتى الحوت اللي تصيدوا، دايرين دي كوطا لا باش يصافط ربي واش تصيد اي لي كونترول في البحر، وحنا يطيشوه. يعني الفقير ما لقاش، سي نورمال. التاجر، التاجر سي نورمال عنده عقليه تاع تاجر، الوغ كي نحيلو ربي الايمان والاخلاق يزيد يخليها كاع. لانه كون جات عندهم هاد الناس اخلاق وايمان في رب العالمين شويه برك يدي هاي بيحة بالسومه اللي جابت، وغدوه ما تخرجش تصيد اسيدي. بصح ما طيشهاش هكا عيني عينك، طيشها نتايا والفقير يشوف فيها ما قادرش يشريها. والدوله غايبه لانه كاينه غياب الدوله هنايا. وهذا الشيء اللي صرا في السردينه يصرا في البطاطا يصرا في الزروديه يصرا في الكورجات يصرا في كلش، في كاع لي برودوي. كيما الفلاحه، الفلاح مسكين يجي ينتج حاطينه تحت يد المونداتير. المونداتير هذا ديجا سي ان شارونيار، سي ان انترميديير كي دو با اكزيستي. الدول اللي طورت الفلاحه نحاو المونداتير، كرياو دي كوبيراتيف اغريكول. فوالا المونداتير لازم راه ينقلع، c'est un spéculateur, bien sûr. Pareil au niveau des douanes, pareil au niveau des importations, pareil, 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 pareil. La vie peut coûter minimum 40% moins cher si l'État joue son rôle de régulateur de marché. يعني يكون الدولة تلعب الدور نتاعها ك régulateur. كيف نقولوا régulateur؟ منسق والله ما على باليش أنايا. تاع السوق حقيقة المعيشة نتاع الجزائري تصعد ب 40%. لانه النهب اللي صاير في الجزائر او في تولي نيفو سي نورمال كي تخليها هامله. قال لك المال السايب يعلم السرقه، سي نورمال حاجه طبيعيه. دوله ما كانش غياب الدوله، غياب المراقبه دي سي فري اي باسكو سون كومبليس مش الحماني سون كومبليس باسكو الحاكم انا عارفين باللي باللي لي حاكم الفلاحه لي حاكمين يا دير يا دي كولونيل دي جينيرو دي كوميسار ديفيزيونير هما اللي دو شاليتيات اللي دو الاراضي. شفنا ضايع شفنا في المحاكمه تاع الهامل شفنا شاك كان عنده كان كسب قد رزق تاع 300 جزائري ولا 500 جزائري. بالك اكثر تفاصيل. المشكل اللي في الجزائر كون جات غير قضيه السرقه او كاين السرقه والفزاد معاها، يعني ماشي اكتفوا انهم يسرقوا، ام دمروا شعب. كي تدمر المنظومه التربويه كون تي ديتروي ليدوكاسيون ناسيونال، كون تي ديتروي لونيفرسيتي، كون تي ديتروي tu as détruit un pays et son potentiel. هادو ماشي سرقه برك، سرقه بلس مفسدين. دونك هنا خطه ممنهجه باش يمحيو الشعب هذا. Voilà, tu as des questions pour qu'on ne se perde pas. Quand tu as
عنده غرام حب لهذا الوطن وحب لهذا الشعب، غدوه يرياجي يزور دي زونكات معاه، يدير الناس اللي خافوا ربي كاينين، ما نقولوش ما كاش كاينين، على لي شوف لي لي زونسيان مار لي زونسيان والي لي زونسيان مينيست كي سون اكتوالمون في اون اكزيرسيس، والله لي زونسيان كوميسار لي كوميسار اللي يخدموا لي اوغرادي تاع لا جوندامري لي اوغرادي تاع 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 لي جوج لي بروكورور، والله يا مسيو رحماني اون با ريكوبيري دي مليار اي دي مليار دي مليار اي دي مليار. دونك سي تبون اي سي تو سا باسكو ميم هو سرق، هو سرق وسرق عمرو ما يديرو غير سرق، باسكو علاش كون يخرب يعرف بلي كاين ناس اخرين عادي غادي يديرو فيه الفيق. دونك شوف 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 حسين، شوف اسيدي ونهضرها اونيتمون من قلبي، اخطونا برك خليونا نخدمو دوك يفرج علينا ربي، اخطونا برك مين تاك تهضر على تبون؟ هل اسكو تو ا ريماركي بلي لو سيستيم نا با شانجي؟ تو ا ريماركي بلي اون برون لي ميم اي اون ريكومونس عسلاوي إيه زعمك؟ أنا واحد من الناس كونجيس جي هابري بلي ليلى عسلاوي لا يدير رابلي، والله لك عتنبكي على هاد لي جون، لي جون كومبيتونس اللي عندنا كاين دي جون مزاكين كاين لي مرة ساوي خدمة الو لي بلو كومبيتون على لي عسلاوي و بلو كومبيتون على تبون، راه قاعد مسكين شوماج ماشي ساوي خدمة الو رابيل هادو لي جون لي البلاد برمتوها ومازالو يعيطولهم. سي لي مام سي لي مام حسين سي لي مام، لازم الشعب يفهم حاجة ما تبدلت، تبدلوا الأوجه لكن النظام هو هو، لا بروف سي لي ميم اون برون لي ميم اون ريكومونس، حاجه ما تبدل حاجه ما تغيرت. كاين واحد ديكلاراسيون ضحكتني بغيت نقولها لك. ريق التليفون تاعك حسين الناس ما يسمعوش فيك، الصوت تاعك طاح شويه. الصوت تاعي طاح؟ اه اتون دو مينوت. دونك باسكو جي بي لو بارلور. دونك مسيو رحماني شرفي يقول باللي ما كاش دوله في العالم عندها لجنه الانتخابات المستقله كيما الجزائر. نو نو العظيم انك كي جي بي هاد لا ديكلاراسيون ولا الانسان ما يحشمش على روحو وما يحشمش على عرضو، ما يحشموش اسمع ما يحشموش، لقاو روحهم وحدهم ما يحشموش. اكزاكتومون والله وحدهم. انا قلت لك كاين اصوات مغرضه، ناس خباتة، الخبيث العدو اللي يجيك اون فاسك تتعامل معاه، الخبيث اللي يلعبها باللي يحبك وخوك وصديقك ويجي من اللورا ويدزك الهواء، هذاك هو اللي يخوف. كيفاه تحبوا تحلوا مشكل سياسي دون ما يكونوا ممثلين سياسيين؟ اللي يقول لكم هذه راهو خبيث راهو يخدم مع النظام راهو عميل كبير.